كبر لذات مع عبد الستار وإيناس على إي إف إم أحلى غديو. ديما سليمان وتبزنيس على دالندا وكل مرأة تجي لازم فما حكاية. دونك زينب غايرة على الأخر. أخي نهار قلت له سي سليح ميساش نحكي معك شوية. وهو فريمون معناها وقت الخدمة خدمة راهو نجي والستة نتاع الصباح نكملوا ثمانية نتاع الليل شوف لي حال. قال لي وي جميلة ما تنجمش تستنى معناها بعد ليه؟ قلت ما تستناش ماذا بيا توا. قال لي وي. قلت ويش نقول لك المرأة التونسية راهي ماهيش كان غيرة راهي معناها راهو ينجم حتى هو سي سليمان راهو غيرة على زينب. إبا وقتها تكتبت حلقة نتاع زهير الرئيس اللي هو الكوزان تاعي باش يجي من برا وباش يولي كيفاش سليمان غير على مرته وكذا وكذا. هذيك مثلا حاجه اقتراح من عندي على خاطر زاد ياسر كفرعي كثرنا عليها المراه معناها عايشه كان بالغيره لا يزي قاعده حتى ساق على ساق وحماتها تعمل في كل شيء وزيد صغارها كيف كيف ومن فوق هذاك غير على رجلها نهار كامل وهي تمحن فيه برشا هكا ولا لا ولا تصويره بيدا فوالا. دونك بدلنا شويه راهو زاد المراه التونسيه تخدم وكذا وينجم حتى رجلها زاد غير عليها على خاطرها مزيانه وتحفونه. كبر لذات مع عبد الستار وإيناس على إي إف إم أحلى غديو.